اشتغلنا من قبل غرزة المش ستيتش او غرزة الشبكة، وغرزتنا النهاردة مستوحاة من الغرزة دي وغرزة تانية معاها. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة جديدة. الغرزة اسمها غرزة دروب ستيتش، ودي غرزة شبيهة جدا بغرزة الشبكة. ليه شبيهة بغرزة الشبكة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. هبدأ معاكم بعدد من السلاسل، وانا معايا الخيط ده، خيط ده رفيع جدا، ودي ابرة رقم 3. احلى حاجة في الغرزة دي ان هي بتحب الخيوط الجانجا، وفي الوقت نفسه كمان الخيوط اللي هي متوسطة السمك. نعمل مع بعض عدد من السلاسل. هل الغرزة دي ليها عدد معين من السلاسل سواء فردي او زوجي؟ لا، اشتغلي براحتك واستمتعي بالشغل تماما. عرفنا في دروس تعليم التونسي ان احنا بنعمل صف البداية، وصف البداية بيكون يا اما باخد كده من ظهر السلسلة وبسحب وبكمل للنهاية كده، يا اما بقفل الصف. المرة دي احنا مش هنقفل الصف، هناخد ونسحب ونخلي معانا على الابرة. لازم تعرفوا حاجة، ان غرزة الدروب ستيتش في منها نوعين. النوعين هنشتغلهم في فيديوهين منفصلين عشان الارتباك اللي ممكن يحصل بسببهم مش صعبين ومش مركبين زي غرزة النسيج مثلا. لا، سهلين جدا وبساط قوي، ولكن الفروق ما بينهم قوية، يعني مش شبه الغرزة المقلوبة مثلا طريقة لفة الإبرة وخلاص. لا، في اختلافات تانية في الغرزة، في اختلاف في الطريقة وفي اختلاف من ناحية الشكل النهائي، والاتنين بيكون اسمهم دروب ستيتش، ولذلك هشتغلهم منفصلين كل واحدة في فيديو خاص بيها. هاخد كده من ظهر السلسلة واسحب وارتفع سلسلة كمان، وده لحد دلوقتي شبيه جدا بغرزة الشبكة. طبعا غرزة الشبكة غرزة حلوة قوي وسهلة جدا، وعملنا منها حاجات تحفة زي البلوزة دي، شايفين؟ اسحب كده من ظهر السلسلة واروح مرتفع سلسلة كمان، يعني سحبت غرزة اهو، تمام. بعدها ارتفع السلسلة، جميلة قوي. تكبيرات العيد وقرب أجواء العيد، كل عام وانتم بألف خير. بعدين بسحب كل اتنين مع بعض، وطبعا يا بنات انا بعمل معاكم بالابر دي لان دي غرزة صغنطوطة قوي، لو هكبر الحجم فلازم لازم ابرة تونسي وبيكون عليها الشغل زي كده. اوكي، دي اول حاجة عملناها وهي صف البداية. بعدين هنبتدي نشتغل الغرزة بتاعتنا. اول حاجة كنا بنعملها في غرزة المشي ستيتش ان احنا بندخل في نص الغرزة وبعدين نسحب ونروح مرتفعين سلسلة. دي المرة دي اسهل بكتير من التانية، بمعنى انه مش هدخل في نص الغرزة ولا هعمل كل الكلام ده، هدخل في الفراغ اسحب وارتفع سلسلة. في اسهل من كده؟ اكيد لا. شايفين؟ ادخل في الفراغ اسحب وارتفع سلسلة، بسيطة جدا وسهلة قوي. طبعا فيها عيوب وفيها مميزات. من عيوبها ان انتي ممكن ما تقدريش تتحكمي في المساحة دي، الفراغ ده بتاع طول السلسلة. ومن مميزاتها ان هي مفرغة كده وش، اللي هو شكلها شكل المربعات اللي بنعملها في الكروشيه العادي، فمدية فراغ كده وشكل حلو. طبعا بدخل في الفراغ، الفراغ اهو، لا بدخل في السلسلة اللي على اليمين ولا في الشمال، بدخل على طول في النص اسحب وارتفع سلسلة زي ما انتوا شايفين كده. العدد بتاعك مظبوط ومفيهوش اي مشاكل، بس لو ما اخدتيش السلسلة اللي على الجانب دي، الغرزة بتاعتك هتكون من ضمن الغرز المايلة. يعني ايه مايلة؟ في غرز بتبقى عاطية شكل كده، ايه، حودة كده مع نفسها. الحودة دي بنقول عليها غرزة مايلة. يعني ايه غرزة مايلة؟ يعني عاطية جنب كده لوحدها ومش بيتعدل، على فكرة بيفضل زي ما هو ثابت،
ومش بتفرق كتير لو انتي شغالة في حاجة زي الشالات المثلثة زي الكوفية، ومش فارق معاكي ان هي تكون كده عادي جدا، وبتتلبس بتبقى شكلها شيك قوي على فكرة، مش عيب فيها قوي ان انتي غرزتك تكون غرزة من الغرز المائلة. ولكن بالنسبة لغرزتنا النهاردة، طالما انا عندي حل تاني ان انا اتجاوز الميل ده فليه لأ. كل بعمله بدخل في طرف واحد من السلسلة، طرف واحد المرة دي، اسحب وبرتفع عادي السلسلة بتاعتي وكأنها هي النهاية بتاع الصف، تمام. بعدين بسحب كل اتنين مع بعض، طبعا ارتفاع السلسلة لان هي الغرزة كده اساسا، فانا مش محتاجة ارتفع السلاسل تانية، تمام. بسحب كده كل اتنين مع بعض، اوكي، زي ما انتوا شايفين. ولو جينا عدينا عدد الاصفف، من المفروض ان الاصفف اللي تحت تكون قد اللي فوق. في حاجة قلت لكم عليها في بداية الفيديو، ان غرزتنا دي شبيهة بغرزتين اتنين، منهم غرزة الشبكة. طب يا ترى ايه الغرزة التانية؟ الغرزة الكلية. على الاساس ده احنا اخدنا الغرز الاساسية الاول، ودلوقتي ادي معانا غرزة تانية اخدناها بعد غرزة الباسكت، طبعا دي الغرزة التانية اخدناها، وفي الوقت نفسه هي كمان مستوحاة من غرزة تانية. ادي الغرزة بتاعتي دلوقتي، ما ينفعش ادخل في الفراغ ده، تمام، اللي هو جنب السلسلة دي على طول. هدخل على طول في الفراغ اللي بعدها. ليه بقى؟ علشان ما تزود ليش حجم الغرزة والمقاس بتاعها. يعني ايه؟ يعني لان انا باخد دلوقتي نهاية الصف من هنا، فممكن يحصل معايا زيادة. بتجاوز الزيادة دي منين؟ انه باخد مرة جنب السلسلة زي ما عملنا الصف السابق، ومرة بتجاوزها واروح اخد الفراغ اللي بعدها، اوكي. فدلوقتي هدخل في الفراغ اللي بعدها وارتفع برضو سلسلة. المسألة كلها بتكون بالتبديل، يعني مش بوجع دماغي خالص، بالعكس هو ده بس التبديل اللي بيحصل، هو بس شبهها الوحيد بالغرزة الكلية، انما انا بدخل في الفراغ وفي الوقت نفسه ببدل في اول الصف، مرة باخد الغرزة ومرة بسيبها وبس، خلاص. مفيش اي حاجة صعبة ومفيش اي حاجة مركبة، بالعكس غرزة سهلة جدا، صيفي قوي، تصلح تتعمل حاجات كتيرة، وتصلح تتعمل بلوزات، وتصلح تتعمل حاجات كتيرة للبنوتات الصغيرة، ولينا احنا برضو تصلح تعمل كارديجان. ترى زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي. غرزة الشبكة الغرزة دي يعتبر مستوحاة منها، ولكن زي ما انتوا شايفين الغرزة دي مفتحة، مفيش اي تفاصيل ان هي تخليها غرزة ضيقة او مقفولة، حتى والابرة صغيرة الغرزة برضو مفتوحة، ما بال كمان لو استخدمنا ابرة كبيرة مع خيط صغير زي ده، او ابرة كبيرة وخيط متوسط برضو هتكون مفتوحة اكتر واكتر من كده. فهي غرزة صيفي بجدارة، ولكن ينفع ان احنا نعمل بيها كوفيات، ينفع ان احنا نعمل بيها حاجات كتيرة جدا. طبعا بطانية ما ينفعش لانه هتكون شوية مفتحة، ولكن ممكن ان هي تكون ديكور في الجانب بتاع البطانية نفسها، شكلها حلوة قوي للحاجات الخريفي، مميزة كده ومفتوحة كده على طول. زي ما انتوا شايفين الغرزة هنا مليانة، هروح على جنبها واسحب. بسحب منين؟ ادي الغرزة اهي يمين، وادي غرزة اهي شمال. انا بروح في الفراغ ده وبسحب اهو، بعدين ارتفاع سلسلة، شايفين اهو، مفيش اسهل من كده. تمام، باجي هنا وبقف. ليه بقى؟ انا دلوقتي عايز اعرف عدد السلاسل اللي انا ابتديت بيها. انا مثلا ابتديت اهو بتلاتة، ستة، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16 سلسلة. 16 سلسلة اجي اعد دلوقتي اللي على الابرة. انا طبعا ببدل من هنا، فعايز اعرف هنا اكمل ولا لا. فهو 3 و2، يبقى ما روحش اخد اللي هنا دي، تمام، هاخد على طول الاخيرة، اسحب وارتفع سلسلة. طيب لو اخدت دي يبقى ما اخدش اللي على الطرف، بس لو ما اخدتيش اللي على الطرف الغرزة بتاعتك هتكون من ضمن الغرز المايلة زي ما قلنا من قبل، فبلاش
ويفضل دايما ان انتي تتجوزي دي، لو مش محتاجاها، لو محتاجاها ادخلي فيها، فاهماني؟ فالمسألة كلها تبديل. وبعدين بسحب كل اتنين مع بعض. بصوا شايفين ديت، انا ممكن ان انا اخدها كده وارتفع بيها سلسلة على اساس ان هي تكون شبيهة بالغرز التانية، لكن مش مهمة قوي يعني، ممكن ان انا اخدها ممكن لا. دلوقتي شايفين اهو الفراغ هدخل فيه، لو مقفول هيبقى شبه اللي تحتها كده. اوكي، ادخل في الفراغ ده اسحب ومسكتش على كده، لا ارتفع سلسلة، كل فراغ بدخل فيه اسحب وارتفع سلسلة. فين الفراغ يا أستاذة؟ أهو آدي سلسلة وآدي سلسلة، تمام. أنا بدخل هنا في النص كده ما بينهم. أوكي، طبعا كل فراغ ما بسيبش ولا فراغ بالذات في النص، من على اليمين أو من على الشمال، ممكن حسب عدد الغرز أسيب فراغ أو آخد فراغ، ده براحتي خالص. وممكن وأنا ماشية كده بعد إن أنا مثلا خلصت 16 سلسلة أو لأ، ولكن هعلمك حركة تخليكي مش مضطرة للعدد. ببساطة شديدة، لو اتجوزتي الجزء ده يبقى انت مضطرة تاخدي اخر واحدة، تمام. يعني هنا مليانة يبقى هنا هتكون فاضية، هنا فاضية اكيد لازم هنا تتملي. بس كده، اه بس كده، لا مضطرة تعدي ولا مضطرة توجعي دماغك، بالذات لو شغالة في حاجة ضخمة، لان الحاجات الضخمة مش معقولة مثلا اكون عاملة 100 سلسلة افضل كل صف اعد 100 سلسلة، هيبقى شيء مزعج او ممل، فهماني؟ هروح هنا على الطرف اسحب ارتفع سلسلة برضو علشان الغرزة بتاعتي تكون واقفة كده وشكلها حلو. طبعا هي مش محتاجة حاجة عشان هي مش هترول من تحت، ومش محتاجة ان انا اعدلها، ومش هتكون من الغرز المايلة بالطريقة دي، لان انا اخر صف ده زبطته من قبل ما ابدأ اي حاجة. وبعدين بسحب كل اتنين مع بعض. كده غرزتنا النهاردة تكون خلصت. غرزة سهلة جميلة بسيطة، تعتبر من ضمن الغرز المايلة، ولكن احنا شفنا لها طريقة تخليها غرزة عادية. وطبعا الغرزة دي مش من الغرز السميكة، بالعكس من غرزة رقيقة جدا، صيفي قوي، تصلح كغرزة خريفي، مميزة جدا مع خيط الأقطان، مميزة جدا مع الخيوط الصوف الرفيعة. تقدري تتخني او تضخمي حجم الخيط، تقدري تضخمي حجم الإبرة، فتحاتك هتكون أكبر، مفتوحة كده طول الوقت، مش زي غرزة الشبكة. غرزة سهلة وبسيطة بالذات للمبتدئين، تبديلاتها بسيطة جدا، بتعتمد على غرزتين احنا أخدناهم من قبل، وهي الغرزة الكلية وغرزة الشبكة، شبيهة جدا بالغرزتين دول. يعني انتي لو اشتغلتي الغرزتين دول معايا من قبل، الغرزة دي بالنسبة لك حاجة تافهة جدا. ما اشتغلتيش الغرز دي معايا من قبل، دي مش مشكلة رهيبة ولا حاجة، بالعكس دي هتسهل عليكي الغرز التانية لو حبيتي ان انتي تشتغليها. غرزة النهاردة كده تكون خلصت، اتمنى تكون عجبتكم وتكون بسيطة وسهلة بالنسبة لكم، غرزة الدروب ستيتش. ان شاء الله الفيديو الجاي برضو هناخد غرزة دروب ستيتش، ولكن بطريقة مختلفة خالص، هي نفس الاسم ولكن مش نفس الغرزة، ليها طريقة تانية وشكل تاني خالص، بتليق مع خيوط جانجو، تنفع تتعمل كده حاجات حلوة. فانتظروني الفيديو الجاي برضو هناخد دروب ستيتش ولكن رقم 2. واي غرزة اتكلمنا عنها هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وغرزة جديدة. ما تنسوش تابعوني على الانستا وعلى الفيس لو حابين، وكمان في تيك توك في بعض التبس البسيطة للغرز دي وحاجات تانية ممتعة اكتر. مع السلامة.